السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك في حلقه جديده من حلقات شركات الاعلان. بما ان النهارده السبت، حلقه النهارده هتبقى ان شاء الله حلقه خفيفه عليكم، وشركه اعلان خفيفه باذن الله، وشركه اعلان مشهوره جدا ومحدش او ناس كتير قوي بتستخدمها، ولكن محدش تطرق ليها او محدش اتكلم عن الشركه دي بفتره كبيره، او محدش اتكلم عنها بشكل مفصل شويه. لكن انا هتكلم النهارده عن الشركه دي بشكل مفصل، واتكلم عنها وعن كل حاجه في الشركه. لو عايز تعرف مزيد من التفاصيل تابعوني بعد الفاصل. ورجعت لكم مره تانية. قبل ما نبدا في محتوى الحلقه، اتمنى تضغط سبسكرايب عشان نوصل ل 1000 مشترك. خلاص يعني خلاص، بقى حاجات بسيطه جدا نوصل ل 1000 مشترك، لل1K ان شاء الله نوصل الله، بعد كده نوصل ل 2000 و3000 و4000 و10000 باذن الله. كل ده هيعدي بسرعه عليك، ولكن اول 1000 مشترك دول بيبقوا هم الاصعب. فبشكر كل الناس اللي بتعمل سبسكرايب دي، فعلا الناس دي بتساعدني جدا. ونبدا على طول في محتوى الحلقه. زي ما قلت لك، شركه الاعلان النهارده اسمها بوب تي ام، او ما قلتش اصلا، دي اول مره اقولها. طيب، شركه الاعلان اسمها بوب تي ام، بوب تي ام، تمام بالشكل ده. وانا هفتح على طول طبعا الساين ان عشان انا مسجل فيها. احنا هنبدا من الاول، وزي ما انت شايف هي دي الواجهه بتاعه الشركه. طبعا انا اختصرت الوقت يعني. في البدايه كده هتلاقي اول الحاجات دي كده قدامك. بص، هنا بيقول لك، هو هنا بيعتمد على اليكسا رانك بتاعك، تمام. وهنا بيعتمد على حاجات كتير زي ما انت شايف. في من مميزات الشركه، هنا بيقول لك ان بيقفل حاجه اسمها اد بلوك، بيقفل الاد بلوك اللي هو ده، بيقفل الاد بلوك. ف انا طبعا هقفل الاد بلوك، تمام. هو هنا بيقفل الاد بلوك للناس اللي في الموقع، يعني تمام. انا اقولها لك ببساطه، لما حد يخش على الموقع بتاعك وهو فاتح الاد بلوك، الموقع مش هيرضى يفتح معاه وهيقول له لا، لازم تقفل الاد بلوك، عشان طبعا كده انت هتكسب الاعلانات. البوب اندر بتاعك هيظهر، واعلانات ادسنس هتظهر، او اعلانات اي شركه اعلانيه تانيه هتظهر، بما ان الاد بلوك مقفول. لكن لو الاد بلوك مفتوح، فكل الاعلانات دي مش هتظهر، وهتخسر معظم ارباحك، تمام. فدي حاجه مهمه جدا في الشركه. مش هقول لك دي اول مره تبقى في شركه اعلان، ولكن كانت موجوده قبل كده في شركه بروبلر ادز، ولكن الشركه دي اصلا عيانه يعني في نفسها. فانا بقول لك ان الشركه دي هي ممتازه جدا، ودي افضل شركه اعلان باذن الله. دي تبقى افضل شركه اعلان هشرحها النهارده يعني، او هشرحها في، او شرحتها لحد دلوقتي في البوب اندر. الشركه دي فيها بوب اندر فقط. قبل ما نبدا في تسجيل في الشركه، اول حاجه طبعا عشان بس ما نختصر في الوقت يعني، هتضغط على بابليشر هنا، تمام. زي ما انت شايف قدامك كده بيديك بعض الحاجات كده عن البابليشر، عن الناس. بيقول لك انت بتاخد فلوسك 100%، مش بناخد منك اي فلوس ولا حتى فيز، اللي هو فيز دي اللي هي الجمارك بتاعتهم يعني، وحاجه زي كده. تعمل هنا ساين اب، حلو قوي، هيفتح لك صفحه ساين اب. قبل ما نعمل ساين اب في اي حاجه، عايز اكلمك بس عن البوب اندر. البوب اندر تقريبا كنت اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، ان البوب اندر نفسه ليها مميزات حلوه. اول ميزه في البوب اندر انه بيقبل معظم المنصات اللي هي منصات المواقع، مهما كان بلاجر او ووردبريس، او مواقع يعني مدفوعه او مجانيه، فبيقبل كل المواقع تقريبا، لكن بيعتمد على سرعه القبول، بيعتمد على قوه الموقع، تمام. زائد ان البوب اندر بيبقى على سي بي ام عالي جدا 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 عن اي حاجه. حلو قوي شباب. فنبدا على طول في التسجيل. هتكتب هنا اسمك الاول، وهنا اسمك الثاني، وهنا اليوزر نيم، تمام، وهنا الايميل بتاعك، وهنا الباسورد، وبعد كده ايجيبت، هنا بتختار البلد بتاعتك، وهنا بتعمل اي ام نوت ريبوت، وبتعدي الاختبار اللي بيقوله لك، تعمل اي اجري تو ذا تيرمز اند كونديشنز، وبعد كده بتعمل كريت ان اكونت. حلو قوي. هنا بعض الحاجات برضو اللي بيقول لك في الجنب، بيقول لك انت ممكن تزود الدخل بتاعك 50%. بيقول لك يعني الموقع بتاعنا جامد يعني وكده، فبيقول لك انت ممكن تزود الدخل بتاعك 50% زياده يعني، تمام. وبعد كده نخش على طول، طبعا بعد ما تعمل اكتيفيت بتاعك هتعمل ساين ان. جميل جدا. اول حاجه هنا طبعا تكتب الايميل والباسورد، وبعد كده تعمل كيب مي ساين ان. طبعا هي مش تنفعك بحاجه، لان طالما في ايم نوت ريبوت او في كود كاباتشا، فانت كده كده هيعمل ساين اوت لوحده، فكده كده هتخش، اول ما تخش كل مره مهما علمت برده هتلاقيه عامل ساين اوت، تمام. دي مشكله كبيره. قبل ما نخش في الشركه، عايزين نشوف الاليكسا بتاعها. زي ما انت شايف الشركه طبعا غنيه عن التعريف، برده هتلاقي اثبات دفع بتاعها اسفل الفيديو. انا ممكن نوقف الفيديو لحد ما نخلص الاختبار ده، لان هي فعلا الاختباراتها تبقى رخمه جدا، لان انا حاولت فيها كذا مره. انا مثلا هجرب كده مثلا قدامك كده مره اهو، تمام كده الستور خلص ولا لسه؟ ده تقريبا ستور، تمام كده خلص، تعمل فريفي. مش ممكن، ده جات من اول مره والله، دايما ما بتجيش وبتقعد تغلبني والله. فلو ما اشتغلتش معاك من اول مره، حاول تعمل ريستارت، عشان في اختبارات رخمه جدا بتبقى موجوده فيها. ف
فانت ممكن تعمل ريستارت الصفحه يعني، وبعد كده هترجع على طول. هنا بيطلب منك اكونت السكايب، فانت ممكن تعمل كانسل عادي. حلو قوي. في البدايه انا موقعي لسه ما اتعملوش ابروفد تقريبا، لسه ما اتعملوش ابروفد زي ما انت شايف. لكن طالما انت شايف ان هنا في بلوجر، موقع بلوجر موجود اللوجو بتاعها هنا، اعرف ان هو بيتقبل عادي. موقع بلوجر بيتقبل عادي. طبعا ده انت مش محتاج يعني تشوف الجيت كود او المشكله بتاعتي يعني، لسه الموقع ما اتقبلش، فانت مش محتاج انك تشوف الجيت كود، لان ده يعتبر حاجه سهله جدا، لان الجيت كود بتاع البوب اندر بيبقى سهل جدا، انك بتحط بس الكود وخلاص يعني، في التخطيط عادي خالص يعني، ما بتعملش حاجه زياده. اما لو عايز تحطه في ووردبريس فممكن تبحث في جوجل، لان الصراحه عمري ما تطرقت لحاجه في الووردبريس. لكن لو عايزين يعني نتعلم ووردبريس مع بعض فممكن تكتب اسفل الفيديو عادي يعني. تمام. اول حاجه نعمل هنا داشبورد. انا دخلت على الويب سايت على طول عشان اقول لك بس ان الموقع بتاعي لسه ما اتقبلش. الداشبورد عشان نعرف بقيه الاحصائيات يعني والحاجه. تمام. داشبورد هنا بيجيب لك كل الفلوس اللي معاك حاليا، وهنا كل الفلوس اللي انت سحبتها اخر مره، وهنا كل الفلوس كلها. اما دي الفلوس اللي معاك حاليا، دي الفلوس كلها بالفلوس اللي انت سحبتها والفلوس اللي انت هتسحبها والفلوس اللي جبتها النهارده وامبارح وكده يعني. حلو. انت هنا لو عايز تجيب اي ريبورتس، اي ريبورتس ليك بتجيبها من هنا. تمام. هنا بتتعلم هنا بس وبتجيب الريبورتس اللي انت عايزها، او ممكن تخش هنا على ريبورتس وبرده هنا ممكن تجيب اي ريبورتس انت عاوزها. بالشكل ده كده اتعلم على الويب سايت، وممكن تحدد التاريخ اللي انت عايزه وتعمل فلتر ريبورتس. حلو. نيجي مثلا نخش هنا على الجيت كود، شوف شكلها بس كده، شوف حتى سهله جدا، بتختار بس الويب سايت وبتعمل جيت كود، مش اكتر من كده. تمام. هو هنا اداني كود. تمام. هو هنا اداني الكود، ولكن ممكن ما يشتغلش وممكن يشتغل، انا مش عارف، ولكن هو هنا اداني الكود. حلو. ده البوب اندر كود. عايزين نعرف هنا مثلا، هنا البي اتش بي، هنا الورد بريس. زي ما انت شايف هنا الورد بريس بيديك خطوات ازاي تحطها في الورد بريس. زي ما انت شايف هنا البي اتش بي، لو الموقع بتاعك بي اتش بي انت ممكن تشوف هنا. هنا طبعا ده البلاجر العادي بتاعنا، السكريبتات العاديه بتاعت البلاجر. حلو. هنا بيقول لك الاد بلوك باي باسنج كود ابديتد. ثواني. تمام. ده كده مضاف الى الكود بتاع اللي هو الاد بلوك. انا مثلا هعمل له كوبي كده واحاول احطه ويمكن يشتغل. هنروح على طول على التخطيط. انا هنزل تحت خالص وهحطه مثلا هنا مثلا، ونجرب. وهفتح الاد بلوك وهفتح الموقع بتاعي. لو قال ان الموقع مش هينفع يتفتح يبقى نفعت، ولو ما قال، لو ساب عادي خالص يبقى ما نفعتش. لا يعني لو فتح من غير الاد بلوك يبقى ما نفعتش، يبقى لازم موقع يتقبل. هو اكيد لازم موقع يتقبل عشان حتى يحسب معاك الاحصائيات، ولكن انا عايز اوريك شكلها بس. فاحنا نجرب مثلا. انا على فكره ما جربتش قبل كده للعلم يعني. هنعمل HTML and JavaScript عشان نفتح نحط الكود على طول هنا، وتحطين الكود اعمل حفظ ونفتح المدونة ونجرب. انا فاتح لها بلوك تقريبا، هتفتح عادي. اللابتوب هيفصل، هتفتح عادي. في هنا زي ما انت شايف في، لا ده هي تمام زي ما انت شايف. بص اسم الشركة زي ما انت شايف، ده اسم الشركة، ولكن زي ما انت شايف ده اسم الشركة. تمام. اتمنى تكون لاحظتوها، ده اسم الشركة. حلو. هي فتحت ولكن مفيش حوار الاد بلوك اللي هم قالوا عليه مش موجود. انا شايف انه مش موجود، يمكن تظهر عندكم، يمكن عشان من نفس الاي بي، في اكتر من حاجه ممكن تخليه ما يظهرش، ولكن هو مش موجود. احنا انا اول مره اجرب زي ما قلت لكم، هو مش موجود. تمام. فاتمنى انك تجربوا يعني الحوار ده ونشوف نفع معاك ولا لا، وقول لي في الكومنتات ان هو لو نفع معاك قول لي نفع معايا، ولا ما ينفعش قول ان هو ما ينفعش، عشان الناس بس تكون عارفه ان الاد بلوك في الشركه دي بينفع او ما ينفعش. حلو. حلو. تمام. زي ما انت شايف، زي ما انت شفت ان الاعلان اشتغل على طول هنا، بس الادفايزر دي طبعا مالكش دعوه بيها، هنتكلم بس في السحب عشان اللاب هيفصل، ويمكن نوقف الفيديو ثانيه واحده بس احط الشحن ويرجع لكم مره تانيه. زي ما قلت لك سيب الادفايزرز دي سابك هنا خالص، وهترجع هنا للبيلنج. زي ما انت شايف هنا، انا هقول لك بس اللي بيحصل. في حاجه هنا اسمها اوتو ويزدرو. انا بس عايز افهمك حاجه في الموقع ده مهمه جدا. الموقع ده بيدفع عن طريق الاون ريكويست، انت اول ما بتطلب الدفع بيجي لك على طول بعديها. فانت الاوتو ويزدرو دي حاجه اسمها، اول مثلا ما توصل لعدد معين من الفلوس او من المال، عدد معين، فهو على طول بيسحب الفلوس على طول، بيسحب الفلوس مباشره يعني على البيبال، بيبال فقط. الموقع ده ما بيسحبش فلوس غير على البيبال. تمام.
انت هنا ممكن تعمل كاش اوت عادي جدا، كاش اوت عادي جدا، لا اسف، بيدفع عن طريق بايزا وبيتكوين ايضا، لكن شفتها الباي بال بس في الموقع اللي انا كنت جايبه يعني. المهم هنا بتكتب الفلوس اللي انت عايزها، وهنا بتكتب ايميل الباي بال او البايزا او البيتكوين او يعني اكيد محفظه البيتكوين يعني. وهنا بتكتب الفلوس، اقل مبلغ الدفع هو 10 دولار، اقل مبلغ الدفع هو 10 دولار. هنرجع كده باك، طبعا بتعمل ريكوست كاش اوت وبيسحب الفلوس مباشره يعني. بعديها قال لك ممكن ياخد 7 ايام لحد ما يسحب الفلوس، ولكن في الغالب يعني الناس اللي اتكلمت قال لك بيجي بعد يوم او يومين من السحب. حلو، هنا اوتو ويزدرو زي ما انت شايف، هنا انت ممكن تعمل اوتو ويزدرو تمام. هنا بتحط برضو الاكونت، وهنا البيمنت دي بيكون اقل حاجه من الفلوس اللي انت تسحبها 50 دولار، وبتعمل دي انيبلد، وبعد كده بتبقى كل حاجه تمام، واول ما توصل ل 50 دولار بيسحب الفلوس مباشره من غير حتى ما انت تطلب السحب. دي برضو حاجه حلوه جدا، بما انك يعني لو انت مسافر او حاجه فانت ممكن تسيب الموقع بتاعك هو يربح مع نفسه، او يعني يكون شغال هو لوحده و يسحب الفلوس هو مباشرة على اكونت الباي بال. دي برضو فكرة حلوة جدا. الباقي هنا طبعا سبورت والحاجات دي عشان لو عايز تكلمهم وبس. هو ده كان كل حاجة في شركة النهاردة. في الختام كده عايز اقول لكم بس على حاجة بسيطة، انا بعتبركم عيلة تانية، فيا ريت تقولي على اي مشكلة تحصل في القناة، او اي حاجة، او اي حاجة عايزين اطورها، او اي مجال او نيتش جديد عايزين اضيفه للاربع حاجات او الاربع حلقات بتوع الاسبوع. عايزين تضيفوا اي نيتش جديد فقولوا لي بس في الكومنتات، ان شاء الله اضيف اي نيتش تطلبوه مهما كان. ممكن تطلبوا مثلا مشاكل في الكمبيوتر، مثلا اي حاجه ليها علاقه بمشاكل الكمبيوتر نفسه غير الربح من الانترنت والحاجات دي، فده ممكن تطلب مني مشاكل في الكمبيوتر، مشاكل العاب، حتى لو عايزين نلعب العاب اصلا عادي. فيعني بعتبركم عيله تانية، طبعا مش هنلعب العاب يعني، دي قناه تقنيه، فممكن نعمل قناه تانية يعني عادي، فاللي انتوا عايزينه تمام. كان معاكم مصطفى من كرم بيستابونتك. الفيديو عجبك لايك لي الفيديو، وتنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان نوصل 1000 مشترك ان شاء الله قريب. و اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا عشان شفت الفيديو مرة تانية، وكان معكم مصطفى من قناة بيستا بونتيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.